عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا متنساش نعمل لايك نشترك في القناه. وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن الجميله كاميليا ورد. هم طبعا لقبوها بالقطه واتكرمت، تم تكريمها في مهرجان اللباس التقليدي الجزائري، وخدت لقب كمان رسميا سفيره اللباس الجزائري، اللباس التقليدي الجزائري، تكريمها طبعا من قبل وزارة الثقافة. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ان كاميليا ورد كانت جت قبل المهرجان على طول، وصلت من دبي علشان تحضر المهرجان ده، مهرجان اللباس التقليدي الجزائري. مبروك للفنانة الجزائرية كاميليا ورد، ونتمنى كل مزيد من التقدم والتألق لدولة الجزائر. ونشوف حضراتكم على ألف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.